جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل يجوز نقل الزكاة مسافة 90 كيلو متر، وما هي زكاة القمح بالكيلو غرام، وهل يجوز إخراج بدل القمح نقود؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. الزكاة الأصل أن تخرج في البلد الذي فيه المال، الذي فيه الزرع، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الأصل أن زكاة المال وزكاة الزرع وزكاة الفطر كلها تكون في البلد لفقراء البلد، وإن دعت الحاجة إلى نقلها إلى بلد آخر لكونه أشد حاجة أو لكون البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء فلا بأس بنقلها للحاجة إلى ذلك. أما نصاب الحبوب فكما جاء في الحديث 300 صاع بالصاع النبوي لكل 5 أوسق صدقة، والوسط 60 صاعا، فخمسة أوسق 60 تبلغ 300 صاع بالصاع النبوي، والصاع النبوي 3 كيلو تقريبا، وتحسب من هذا المنطلق.